بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، عزيزاتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن تعتبر هذه الحصة هي أول محاضرة في وحدة قانون المسطرة الجنائية التي تندرج في إطار السداسية السادسة. صحيح بأنكم تطرقتم في السداسية الثانية للقانون الجنائي العام، تطرقتم في السداسية الرابعة للقانون الجنائي الخاص، وفي السداسية الخامسة لعلم الإجرام. والآن نحن بصدد دراسة مادة أساسية، ألا وهي مادة قانون المسطرة الجنائية، لأنه لا يمكن الحديث عن التشريع الجنائي دون استحضار هذا الشق الذي هو أساسي، ألا وهو الشق المتعلق بالإجراءات الجنائية. إذن هذه أول محاضرة، وهي ستتطرق بالدرجة الأولى إلى المدخل العام لقانون المسطرة الجنائية، أو تقديم عام لقانون المسطرة الجنائية. سنحاول من خلال هذا التقديم أن نقف على مفهوم قانون المسطرة الجنائية، أن نرسم حدود قانون المسطرة الجنائية، وأن نتبين خصائص قانون المسطرة الجنائية في إطار مقارنتها مع بعض المواد القانونية الحقوقية القريبة منها. وهنا نستحضر القانون الجنائي العام، ونستحضر قانون المسطرة المدنية، كما أنه لا يمكن لمعالجة أو التطرق لأهم الإشكالات التي يطرحها قانون المسطرة الجنائية دون الحديث عن أهمية قانون المسطرة الجنائية، لأن لا يمكن الحديث عن الجريمة، لا يمكن الحديث عن العقوبة دون الحديث عن الإجراءات الجنائية التي تتخذها الدولة في مواجهة في ملاحقة مرتكب الفعل الجرمي. هذا دون أن نغفل أيضا التطور التاريخي الذي عرفه قانون المسطرة الجنائية قبل أن نعالج على أهم الأنظمة الجنائية التي عرفتها التشريعات الجنائية السابقة. إذن عند حديثنا عند أول نقطة، ألا وهو مفهوم قانون المسطرة الجنائية، فلا بأس من التذكير بأن لماذا وجدت قانون المسطرة الجنائية، أو لماذا وجد عفوا قانون المسطرة الجنائية. وجد قانون المسطرة الجنائية من أجل مواجهة أو ملاحقة الشخص الذي ارتكب الفعل الجرمي أو الذي ارتكب السلوك الإجرامي. بالتالي فقانون المسطرة الجنائية هي عبارة عن آلية لرد الاعتداء، هي عبارة عن رد فعل اجتماعي. إذا رد الفعل الاجتماعي أو أهم السمات التي تميز رد الفعل الاجتماعي في المجتمعات الحديثة، سنقف على خاصيتين أساسيتين، وخاصية العقلانية وخاصية الرسمية. عندما نتحدث عن صفة العقلانية، نستحضر بأن العدالة الجنائية فيما سبق أو في ظل المجتمعات الإنسانية الأولى عرفت ما يسمى بالعدالة الخاصة. والعدالة الخاصة تعني بأن الضحية كان يقوم بالتأري لنفسه عبر ملاحقة ومعاقبة الجاني. ولكن بعد أن تطورت المجتمعات تم التخلي عن العدالة الخاصة شيئا فشيئا، أصبحنا نتحدث عن العقلانية، أن هذه العدالة أصبحت تخضع لتنظيم رسمي معقل. وعندما نتحدث عن الرسمية، لأن بعد أن تقوت شوكة الدولة وأصبحت الدولة هي التي تسيطر على المجتمعات بصفتها الرسمية، فإن تحديد الجريمة وتحديد العقوبة أصبحت الدولة هي التي هي المكلفة بذلك. وعند تكليفها بهذه بتحديد الجريمة والعقوبة، أصبحت تخضعها لأجهزتها الرسمية، ألا وهي الأجهزة التشريعية والأجهزة القضائية ثم الأجهزة التنفيذية. ومواجهة هذه الجريمة أو رد الفعل الاجتماعي الذي أصبحت تواجه به الدولة الجريمة، هو عبارة عن مجموعة من السبل، عبارة عن مجموعة من الآليات الكفيلة بمواجهة هذه الجريمة، أو بتعبير آخر ربما نعرفها بالخطة التي تنهجها الدولة من أجل مواجهة الجريمة، سواء تعلق الأمر داخل البلد أو خارج البلد.
إذن هذا فيما يتعلق برد الفعل الاجتماعي. إذن في ماذا عن يعني مفهوم قانون المسطرة الجنائية؟ مفهوم قانون المسطرة الجنائية، عندما نستحضرها كلمة المسطرة لغة فهي توحي بفكرة النظام، توحي بفكرة الترتيب، وهذا المصطلح هو مترجم من المصطلح الفرنسي بروسيدور. ولهذا المصطلح مفهوم عام يفيد مجموعة من الشكليات التي ينبغي اتباعها من أجل بلوغ هدف معين. المسطرة الجنائية تحتل مكانة مرموقة ضمن هرم السياسة الجنائية، وقد تحدثنا عن ذلك وقلنا بأنها هي آلية، يعني هي آلية من بين الآليات التي تنهجها الدولة من أجل مواجهة الجريمة. لماذا؟ لأنه لا يكفي أن يبين المشرع الأفعال المحظورة والعقوبة المقررة لمثل هذه الأفعال، ولكن حتى يأخذ القانون الجنائي مكانه يعني في التطبيق، يعني على مستوى الواقع العملي، لابد من ضرورة وجود قانون إجرائي يبعث الروح في قانون، في القانون الموضوعي اللي هو القانون الجنائي. وبالتالي لابد من تبيان الوسائل التي ينبغي اعتمادها لإعمال مقتضيات القانون الجنائي دون هضم لحقوق الأبرياء واعتداء على حريتهم المشروعة. القانون المسطرة الجنائية هي الآلية التي من شأنها، أو التي هي الآلية التي يمكنها القيام بهذه المهمة العسيرة. بخصوص مفهوم قانون المسطرة الجنائية، هنا نستحضر مفهومين، يعني مفهوم واسع ومفهوم ضيق لقانون المسطرة الجنائية. فالمفهوم الواسع للمسطرة الجنائية يضم البحث التمهيدي الذي تقوم به الشرطة القضائية، يضم كافة مهام التحقيق الإعدادي الذي يقوم بها على الخصوص كل من قاضي التحقيق وأيضا الغرفة الجنحية. يضم جميع إجراءات المحاكمة كتسيير الجلسات والمرافعات والمداولة في القضايا وتحرير الأحكام والنطق بها، بالإضافة إلى طرق تنفيذ العقوبة. بالنسبة للمفهوم الضيق، نرى بأن هذا المفهوم يحصر نطاق المسطرة الجنائية في الإجراءات التي تتم على يد القضاء فقط. يعني عندما تحدثنا عن المفهوم الواسع استحضرنا مجموعة من الإجراءات أو مجموعة من المراحل، وهنا تحدثت قلت بأن قانون المسطرة الجنائية هو مسار أو هو مسلسل إجرائي. مسلسل إجرائي يبدأ بوقوع أو بوصول الخبر إلى الجهات السلطات القضائية المعنية، لأن ضباط الشرطة القضائية قد يتلقون شكاية، وأيضا وكيل الملك قد يتلقى الشكاية من المتضرر. إذن وصول الخبر إلى الجهات المعنية، يأتي بعدها مرحلة البحث التمهيدي، بعدها مرحلة التحقيق الإعدادي، وصولا إلى المحاكمة، وصولا في الأخير إلى إجراءات تنفيذ العقوبة. إذن هو مسلسل إجرائي معقد. لماذا أطلقت عليه صفة معقد أو مركب؟ لأنه تتداخل فيه مجموعة من الإجراءات، مجموعة من يعني من العمليات المترابطة فيما بينها. أيضا تتداخل فيه مجموعة من الأجهزة، سواء تعلق الأمر بأجهزة الشرطة القضائية، سواء تعلق الأمر بجهاز النيابة العامة، سواء تعلق الأمر بجهاز قاضي التحقيق، سواء تعلق الأمر بقضاء الحكم، وأيضا تعلق الأمر بالأجهزة الصاهرة على تنفيذ العقوبة. إذن هو مسلسل إجرائي يتضمن مجموعة من العمليات المترابطة والإجراءات المترابطة فيما بينها، وبالتالي لا يمكننا أن نتحدث عن مرحلة التحقيق دون الحديث عن مرحلة البحث التمهيدي. لا يمكن أن نتحدث عن مرحلة تنفيذ العقوبة كنقطة أخيرة وكمحطة أخيرة دون أن نتحدث عن المرحلة السابقة لها، ألا وهي مرحلة المحاكمة. إذن في إطار هذا المفهوم، هذا المفهوم الواسع، يتبين لنا بأن هناك هو مسلسل إجرائي. وبالتطرق للمفهوم الضيق، فإننا نجد بأن هذا الذين يحصرون هذا المفهوم في هذا المجال الضيق، يحصرونه في الإجراءات التي تتم على يد القضاء فقط. ماذا يترتب عن هذا الحصر؟ يترتب عن هذا الحصر إبعاد بعض الإجراءات المذكورة سالفا من مجالها،
على الخصوص الأبحاث التمهيدية وإجراءات تنفيذ العقوبة. هذا نلاحظوا معي. إذا يعملون على إقصاء المرحلة الأولى هي مرحلة البحث التمهيدي، ويعمدون إلى إقصاء المرحلة الأخيرة هي مرحلة تنفيذ العقوبة. لماذا يتبقى لنا؟ يتبقى لنا مرحلة التحقيق الإعدادي ومرحلة المحاكمة، يعني المرحلتين سواء بالتحقيق المتعلقة بالتحقيق المتعلقة بالمحاكمة. إذا ماذا يترتب على هذا المفهوم الضيق أو النتائج المترتبة على المفهوم الضيق؟ يترتب عنه بأنه ينطوي على نوع من الإجحاف بالنسبة للمجهود الذي يقوم به ضباط الشرطة القضائية سواء تعلق الأمر برجال الأمن أو برجال الدرك. هذا المفهوم يتسم بنوع من السذاجة في مجال تقييم الأهمية التي تكتسيها المرحلة الأولى، وهي بارتباط تام بالمحاضر التي يحللها ضباط الشرطة القضائية، في ارتباط تام بأهمية يعني محاضر ضباط الشرطة القضائية وحجيتها في مجال الجنح. هذا فيما يخص المفهوم. أيضا عندما نتحدث عن يعني إقصاء تنفيذ العقوبة، فنرى إن كان هذا سابقا يعني مجال تنفيذ العقوبة وكان خاص بمؤسسات من مؤسسات العقابية ومؤسسات أخرى لها الحق على الإشراف على تنفيذ العقوبة، فإن نلاحظ بأنه من خلال التطورات التي عرفتها التشريعات الجنائية أصبحنا نتحدث أيضا عن قاضي تنفيذ العقوبة، وهو الذي استحضره المشرع قانون مصر الجنائية من خلال قانون 2201. إذا بعد حديثنا عن المفهومين سواء تعلق الأمر بالمفهوم الواسع أو المفهوم الضيق، الآن سنتحدث عن مكانة قانون المصر الجنائية. قانون مصر الجنائية وأهميته تكمن كما سبق يعني أن درستموه في السداسية الثانية، من خلال استحضار المفهوم القانوني الجنائي العام تطرقتم إلى كون هذا المفهوم يشمل شقين أساسيين، شق موضوعي أو ما يسمى بالقواعد الموضوعية، وشق إجرائي أو قانون الإجراءات الجنائية. إذا تعتبر المسطرة الجنائية قسما من أقسام يعني القانون الجنائي بمفهومه الواسع، لأن استحضرنا من خلال المفهوم الواسع للقانون الجنائي القانون الجنائي العام. هذا القانون هو يهتم بالأحكام العامة المتعلقة بكل من الجريمة، المتعلقة بالمجرم، والمتعلقة بالعقوبة أو بالجزاء بصفة عامة. بالتالي الأحكام العامة التي تطبق على هذه الأحكام تطبق على جميع الجرائم. أما القانون الجنائي الخاص فإننا نستحضر من خلاله مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، يتولى من خلاله المشرع على سبيل الحصر تحديد التصرفات التي يعتبرها جرائم. القانون الجنائي العام وذلك القانون الذي يهتم بتفاصيل وجزئيات كل جريمة على حدة، يحاول أن يغوص في البنيان القانوني لكل جريمة. نستحضر من خلالها الركن المادي للجريمة، مثل جريمة السرقة، الركن المادي لجريمة السرقة، الركن المعنوي لجريمة السرقة، الركن القانوني والركن المادي ثم الركن يعني المعنوي، لنصل إلى العقوبة المقررة. وهذه العقوبة هي مرتبطة أيضا إما بظروف التشديد أو بظروف التخفيف. هذا فيما يخص يعني ربما يعني إذا كان القسم العام هو الذي يهتم بالأحكام العامة أو بالقواسم المشتركة بين جميع الجرائم، فالقسم الخاص يحاول أن يغوص كما قلت في جزئيات كل جريمة على حدة. قانون المسطرة الجنائية هو فرع من القانون الجنائي الذي يهتم بتنظيم، إذن يشكل الشق الإجرائي، هو القانون الذي يهتم أو تختص قواعده بتنظيم رد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة، كما قلت سابقا بأن هي آلية أساسية، هي التي يعني تمثل رد الفعل الاجتماعي. فيشمل ترتيبا على تلك القواعد المتعلقة يعني تشمل يعني مرحلة البحث التمهيدي يعني تحقيق ومتابعة مرتكبيها، إذا تنظم أيضا طرق الطعن في الأحكام وكل ما يتعلق بتنفيذ هذه الأخيرة يعني بتنفيذ المقررات القضائية. إذا مكانة قانون المسطرة الجنائية هي تشكل يعني مكانة مرموقة داخل هرم السياسة الجنائية.
من هنا يعتبر القانون الجنائي العام والقانون الجنائي الخاص هما قانون الموضوع، بينما يعتبر قانون مصر الجنائية هو قانون الشكلي، لأنه يتعرض للقواعد التي ينبغي مراعاتها خصوصا من قبل السلطات المكلفة بالعدالة الجنائية. وهذا الوصف بالطبع ليس على إطلاقه. لماذا؟ فقد يتضمن قانون المسطرة الجنائية قواعد تنظم العقوبة، كما هو الحال مثلا في الكتاب الثالث المتعلق بقواعد أحداث الجانحين. وقد يتضمن القانون الجنائي الخاص قواعد ترجع للقانون المسطري، مثلا تنظيمه للمسؤولية الجنائية. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أو نستنتج بأن قانون مصر الجنائية هو الذي يعطي الحركية، هو الذي يبعث الروح في قواعد القانون الجنائي الموضوعي. بعد الحديث عن مكانة قانون المسطرة الجنائية، لا بأس من التطرق إلى أهمية مادة المسطرة الجنائية. هذه النقطة سنحاول من خلالها استحضار مظاهر أهمية المسطرة الجنائية، السمات التي تميز بها المسطرة الجنائية، ثم الطبيعة الآمرة لقواعد المسطرة الجنائية. أين تظهر أهمية قانون المسطرة الجنائية؟ كما قلنا قبل قليل بأن المسطرة الجنائية لازمة لتطبيق القانون الجنائي. لا يمكن الحديث عن الجريمة، لا يمكن الحديث عن العقوبة المقررة لتلك الجريمة في غياب تفعيلها، يعني ورسم الآليات والسبل التي ينبغي السير فيها لاكتشاف الجريمة ومعرفة الظروف التي لابستها وللوصول إلى المجرم لعقابه أو محاولة إصلاحه. فالنصوص الموضوعية تبقى جامدة كما تحدثت في غياب قوانين تبين كيفية البحث عن مرتكب الفعل الجرمي، جمع الدلائل التي تثبتها ومحاكمة مقترفيها وتنفيذ العقاب عليه. إذن المسطرة الجنائية تتصدر مكانا مرموقا في الحقل الاجتماعي. إذن قانون المسطرة الجنائية تتبعه الحساسية المفرطة. أين تمثل هذه الحساسية؟ في كونه يتواجد في مفترق طرق خطير تلتقي عنده مصالح متضاربة أو مصالح متداخلة أو متناقضة في كثير من الأحيان، وهي مصالح المجتمع ومصالح الأفراد. بمعنى أن رد الفعل الاجتماعي ينطلق أولا من مصلحة المجتمع، ولكن من مصلحة المجتمع أيضا أن لا تضيع حقوق الأفراد، وإلا قد يكون عرضة للتعذيب والحيف. من ثم ينبغي الاعتراف بأن التوفيق بين مصالح الأفراد ومصلحة المجتمع يبدو مهمة عسيرة، وأنه يتأثر بطبيعة النظم الحاكمة بمدى وعيه وحضارة الشعوب. إن المسطرة الجنائية أهميتها تكمن في كونها تفصل ما تم إجماله في إطار بعض النصوص الأساسية. وهنا نستحضر الفصل 24 من الدستور الذي ينص على أنه لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون، لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها كلا أو بعضها أو بعضا أو باستعمالها ضد أي كان إلا بأمر قضائي وفقا للشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون. إذا المسطرة الجنائية جاءت لتفصيل ما أجمله المشرع في إطار الدستور، ونحن نعلم بأن الدستور هو يأتي في إطار الهرم، يشكل الهرم التشريعي، وتبقى الصلاحية للقوانين العادية من أجل توضيح وتفصيل ما سبق وأنت ما تطرق إليه من خلال هنا تحت المسطرة الجنائية، لتفصيل ما سبق وأتطرق إليه الفصل 24 أو نص عليه الفصل 24 من الدستور. فهذا النص يعني الدستور نص مثلا المادة 24 من الدستور يبقى نصا عاما دون جدوى إذا لم تحدد المسطرة الجنائية كيفية إجراءات التفتيش، كيفية الإشكاليات والضمانات التي ينبغي مراعاتها عند القيام بذلك.
إن قصور النصوص الدستورية نتلمسها من خلال عباراتها التي تحيل على قوانين أخرى، ولا شك أن أهم هذه القوانين هو قانون المسطرة الجنائية. للمسطرة الجنائية أيضا أهمية من الناحية العملية، لأن أغلب القضايا التي ترفض من طرف المحاكم الجنائية تكون مشيبة بعيب من عيوب الشكل. إذا لاحظوا معي أهمية قانون المسطرة الجنائية. إذا بالنسبة للعيوب الشكلية في هذا الإطار، يمكن القول بأن القاضي الكفء والمحامي الكفء هما اللذان يكون لهما إلمام واسع ومعمق بدقائق المسطرة التي يعتمدان عليها لتطبيق قانون الموضوع، لأن المسطرة قانون المسطرة الجنائية هو قانون دقيق جدا، هو قانون يتضمن مجموعة من الجزئيات، وبالتالي فالقاضي الذي يستطيع أن يتوغل في تلك الجزئيات وفي تلك التفاصيل، لأن كما قلت بأن بعض الإجراءات قد تكون معيبة بعيب من عيوب الشكل، بالتالي لتلافي مثل هذه العيوب يجب أن يكون كل من القاضي والمحامي على حنكة ومعرفة بكل جزئيات هذا القانون. ننتقل إذا بعد تحديد مكان أهمية قانون المسطرة الجنائية، ننتقل إلى الحديث عن السمات التي ينبغي أن تحل بها المسطرة الجنائية. بالنسبة لأهم السمات التي يجب أن يتحل بها قانون المسطرة الجنائية، نجد بأن الفقهاء أجملوا على أن كون هناك ثلاث صفات أو ثلاث سمات يجب أن يتميز بها قانون المسطرة الجنائية، وهذا يتماشى بالطبع مع حماية مصلحة المجتمع وحماية مصالح الأفراد وحرياتهم. فبالنسبة كما أن من هذه الصفات من شأنها أن تحقق الأمن القضائي، أي تكرس ثقة الأفراد في أجهزة العدالة وفي القضاء بمفهومه الواسع. أهم هذه السمات أعزائي الطلبة تتمثل في السرعة، تتمثل في البساطة، تتمثل في العدالة والإنصاف. فالسرعة المقصود بها هنا هي أن لا تكون الإجراءات بطيئة، أن لا تكون الإجراءات متلكئة، حيث لا تكثف الشكليات ولا جدوى من ذلك في وجود شكليات مكثفة تؤدي إلى عدم سرعتها وجعلها بطيئة. وهذا ما نص عليه الفصل 120 من الدستور عندما قال بأن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. إذا كانت السرعة من شأنها أن تضمن حقوق المجتمع في أن نكون أمام عدالة نشيطة ناجعة، وأن تضمن حقوق الضحايا التي أهدرت مصالحهم المادية والمعنوية، ولكن أعزائي طلبة السرعة التي ينبغي أن نتحدث عنها، يعني ينبغي أن لا نخلط بين السرعة والتسرع. إن تحدثنا عن وجود عدالة نشيطة وليست عدالة متسرعة، لأن من قبيل التسرع والعجلة، قد يترتب عن التسرع والعجلة مجموعة من النتائج التي هي نتائج وخيمة من شأنها أن يشوه سمعة العدالة. ولعل الفائدة التي تتحقق من سرعة التحقيقات والإجراءات هي السرعة المعقولة، لأن هذه التحريات هذه التحقيقات يجب أن تكون وفق سرعة معقولة. يعني من أهم هذه الفوائد التي تتحقق على ضوء هذه السرعة المعقولة للتحريات والتحقيقات إلى غير ذلك، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي. إذا في وجود السرعة في اتخاذ الإجراءات الأساسية لمواجهة الفعل الجرمي، نحاول من خلال ذلك قدر الإمكان أن نتجنب اندثار الحجج ووسائل الإثبات المتعلقة بالواقعة الإجرامية، لأن تلافي هذه الحجج والدلائل قد تنمحي بفعل الطبيعة، مثلا بالأمطار التي قد تنمحي آثار مثلا خطوات مثلا المجرم. أيضا قد يكون اندثار هذه الوسائل راجعة إلى إرادة الجاني
أو إرادة أقربائه فيعمدوا إلى محو آثار الجريمة بما يحقق مصالحه ويبعد عنه تهمة ارتكاب الفعل الجرمي. أيضا بحسم المنازعات في أجل قصيرة نستطيع تلافي ردود الأفعال الانتقامية من قبل الضحية، لأن بقدر ما تركنا المجال مفتوحا وبقدر ما يعني ما لم تتدخل السلطات في الوقت المناسب وتبت في الإجراءات في مدة وجيزة، بقدر ما تركنا المجال واسع ومفتوح من أجل مثلا كرد فعل من طرف الضحية ومن طرف أقربائه فيعمدون إلى الانتقام. إذا في هذه الحالة نقوم بحماية الضحية ونقوم بحماية المتهم من ردود الأفعال الانتقامية. أيضا يعني بالسرعة في الإجراءات قد نتلافى أو نتحاشى عفوا يعني المصاريف التي قد يتكبدها كل من الضحية وكل من المتهم المرتبطة بالتنقلات إلى المحكمة في طول هذه الإجراءات، المرتبطة أيضا بتوكيل مصاريف يعني توكيل أو توكيل محامي. الآن ماذا عن سمة البساطة؟ ما المقصود بسمة البساطة؟ المقصود بها وهي أن شكل المسطرة الجنائية سواء تعلق الأمر بصياغته أو بمضمونه يجب أن يكون مصاغا بطريقة مبسطة بطريقة واضحة. ينبغي أن تبتعد عن الألفاظ المبهمة التي قد تحتمل تأويلات متعددة، بالطبع يحتاج فهمها إلى استعمال تقنيات التفسير الحقوق المتخصص. يعني أن تكون معاني المسطرة في متناول فهم المواطن العادي المتوسط الذكاء، بحيث يمكن الاستفادة من هذه النصوص دون اللجوء إلى مستشار قانوني، دون اللجوء إلى الاستعانة بمحامي قصد فهم محتوى تلك النصوص، وهذا بالطبع قد ينجم عنه نقصان التكاليف. أين تتجلى البساطة؟ أو بتعبير آخر قد نتساءل، هل المشرع المغربي من خلال قانون 2201 حاول أن يستحضر تجليات البساطة والسرعة؟ نلاحظ بأن قانون 2201 أتى ببعض مستجدات مجال السرعة والبساطة بهدف تفعيل القضاء الجنائي وتقوية سلطة العدالة الجنائية، وهنا نستحضر بعض الأمثلة. فالقانون اختار تفعيل دور القضاء الجنائي باختصار بعض المساطر والإجراءات في القضايا البسيطة، لأن المشرع تبين بأن بعض القضايا البسيطة ما الغاية من طول الإجراءات من تعقد الإجراءات، حيث اعتمد القانون رقم 2201 نظام القضاء الفردي في صنف محدد من القضايا. أجاز هذا القانون للنيابة العامة إصدار سند تنفيذي في بعض المخالفات، كما أعطى للقاضي إمكانية إصدار أمر قضائي في بعض الجناح. بذلك فالقانون الجديد قد فعل دور القاضي الجنائي في ميدان الانحراف البسيط، مستهدفا أساسا تقليص وقت البت في هذا النوع من القضايا، مستهدفا أيضا اختزال المجهودات البشرية والمادية المبذولة وضمان تنفيذي العقوبات. إذن الغاية كما قلنا هو تبسيط هذه المساطر والبت في وقت وجيز في مثل هذه القضايا. بالتالي فالمشرع المغربي يعني اعتمد نظام القضاء الفردي في صنف محدد من القضايا، أجاز للنيابة العامة إصدار سند تنفيذي في بعض المخالفات، كما أعطى للقاضي أيضا إمكانية إصدار أمر قضائي في بعض الجناح. فبالنسبة للسنة التنفيذي للنيابة العامة في المخالفات، هنا نستحضر المادة 375 من قانون الإصدار الجنائية. كما قلت النيابة القانون أجاز النيابة العامة إصدار سنة التنفيذي في المخالفات المعاقب عليها بغرامة مالية فقط. هذه المخالفات هناك شروط لإصدار سنة التنفيذي في المخالفات تبقى لمقتضيات المادة 375. إذن بالنسبة لهذه المخالفات هي معاقب عليها بالغرامة فقط،
التي يكون ارتكابها مثبتا في محضر او تقرير، يعني وجود محضر او تقرير يثبت ذلك، في مثل هذه المخالفات لا يظهر فيها مطالب بالحق المدني. إذن على النيابة العامة ان تقترح على المخالف سند قابل للتنفيذ لأداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها قانون، يعني بالنسبة لي هذه العقوبة هي تتحدد في نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانون. إذا كانت الغرامة المنصوص عليها مثلا 10,000 درهم، إذا في نصف الحد الأقصى هو 5,000 درهم. الأمر القضائي في الجناح، وهنا نستحضر مادة 383 من قانون المسار الجنائية. هنا ما هي الشروط؟ القانون أعطى الإجازة للقاضي في الجناح، إذا هنا في الجناح، إذا تحدثنا عن السند التنفيذي في المخالفات، هنا نتحدث عن الأمر القضائي في الجناح، أعطى للقاضي في الجناح المعاقب عليها بغرامة مالية، أيضا نفس المخالفة المعاقب عليها بغرامة مالية، الآن جناح المعاقب عليها بغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى 5,000 درهم. أيضا بين الشروط أن يكون ارتكابها مثبت بمحضر أو تقرير. بين الشروط أيضا لا يظهر فيها مطالب بالحق المدني، وأن يصدر هذا القاضي يجب عليها أن يصدر أمرا بأداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، وذلك في حالة عدم حضور المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية أي سبب كان. عندنا نلاحظ معي السند التنفيذي للمخالفات للنيابة العامة تأمر به، الأمر القضائي في الجناح يأمر به القاضي في الجناح المعاقب عليها بغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى 5,000 درهم. إذا هذه القضايا تتسم ببساطتها، ليست لديها خطورة إجرامية، بالتالي من أجل يعني البت في هذه القضايا في وقت جديد وقت وجيز، إذا حاول المشرع تبسيط مثل هذه المساطر. في باب السرعة أيضا قانون 2201 حدد أجال إنجاز الإجراءات القضائية وللبت في القضايا لتحقيق السرعة والفعالية في أداء العدالة الجنائية، ولا سيما في قضايا المعتقلين. ومن ذلك المواد 180 196 215 234 إلى آخره. إذا هذا بالنسبة للسرعة والبساطة. الآن نتحدث عن صفة أخرى ألا وهي سمة العدالة والإنصاف. معنى ذلك ما معنى تحقيق العدالة والإنصاف وكيف يتم؟ يتم تحقيق العدالة والإنصاف عن طريق إعطاء كل ذي حق حقه، فلا تصان حقوق على حساب حقوق أخرى، ولا تداس حقوق قصد حماية حقوق أخرى، فإن هذه الحقوق يعني تحقيق العدالة يتطلب بأن كل شخص يجب أن يأخذ حقه دون الاعتداء على حقوق الآخرين. إن كان هذا الاعتداء يعني يتميز بالنسبية، يعني يجب أن الاعتداء بنسبة الحقوق والحريات بدرجة أهميتها. ومن أهم مقويات من أهم مقومات تحقيق هذه العدالة أو عدالة المسار الجنائية هو الحرص على تقنين أو ربما نعتبرها المداخل الأساسية من أجل تقوية الضمانات التي تصون حرية الأفراد، يعني هي مداخل أساسية، والحرص على تقوية هذه الضمانات من التجاوزات دون أن يكون في ذلك إخلال بحقوق المجتمع. السمة تحدثنا عن السرعة، تحدثنا عن البساطة، تحدثنا عن يعني العدالة والإنصاف، نتحدث عن سمات أخرى ألا وهي الطبيعة الآمرة لقواعد المسار الجنائية. إن كون قواعد المسار الجنائية ذات طبيعة آمرة هي نتيجة لأهمية مادة المسطرة الجنائية، مادة المسطرة الجنائية، إذن أهميتها هي التي أدت إلى اعتبار قواعدها ذات طبيعة آمرة. ومظهر من مظاهر تلك الأهمية في نفس الوقت، وأهم ما يترتب على ذلك يتجلى فيما يلي، يعني أهم ما يترتب على مبدأ طبيعة كون هذه القواعد آمرة يتجلى فيما يلي: أن قواعد المسطرة الجنائية لا تقبل التحكيم خلافا لقواعد القانون المدني، لا تقبل التحكيم.
أي أن المشاكل والمنازعات التي تثيرها كقاعدة عامة تستقل بالفصل فيها المحاكم، يعني الفصل المحاكم هي وحدها لها الصلاحية في البت في المنازعات الجنائية، وبالتالي قواعد التحكيم قواعد مصر الجنائية لا تقبل التحكيم بخلاف قواعد المصر المدنية. قواعد المصر الجنائية لا يمكن عرضها على الخواص لإبداء رأي يقبله أو لا يقبله الأطراف، لأن معلوم أن أطراف الدعوى الجنائية هو المدعي، وهو دائما طرف رسمي يمثل المجتمع، ألا وهو النيابة العامة. إذا وجود طرف قوي هو النيابة العامة. مقتضيات قانون مصر الجنائية بالنظر إلى طبيعتها الآمرة لا يمكن من خلالها للأطراف الاتفاق على مخالفتها، يعني لا وجود لرضا الأطراف من أجل الاتفاق. مثلا قد يقولون بأن تم ارتكاب فعل جرمي، تم الاعتداء على شخص معين، وبالتالي يمكن أن نتجاوز ذلك وأن نعرض هذه القضية على أو نقوم بتقديم شكاية لجهات أخرى. أبدا، لأن السلطة المختصة هنا وأجهزة العدالة الجنائية وأجهزة القضاء، فالمشرع وحده هو الذي يستطيع حسب المسطرة القانونية المحددة لذلك أن يعدل مقتضياتها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. إذا في الطبيعة الآمرة تجعل بأن الأطراف لا يمكنهم الاتفاق على مخالفتها، بأن هذه المسطرة لا تقبل التحكيم، وبالتالي لا يمكن عرضها على جهات قضائية على جهات أخرى غير الجهات القضائية الرسمية. الآن ننتقل إلى الحديث عن خصائص المسطرة الجنائية. خصائص المسطرة الجنائية، أو قلنا استحضار هذه الخصائص، يعني لن يتبين لا يمكننا أن نتبينها إلا في إطار مقارنتها بالقانون الجنائي، وفي إطار مقارنة قواعد المسطرة الجنائية بقواعد قانون المسطرة المدنية. ففي إطار المقارنة بين قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي نجد بأن هناك أوجه التكامل وهناك أوجه التباعد. أوجه يعني أو على مستوى تحديد أوجه التباعد أو أوجه الاختلاف بين القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، أول اختلاف يمكن أن نقف عنده والاختلاف على مستوى الطبيعة. فقانون مصر الجنائي هو قانون شكلي كما سبق وأن تحدثنا عن ذلك، القانون الجنائي هو قانون موضوعي. بالتالي قد نتساءل ما هو المعيار الذي يجب أن نعتمده من أجل التمييز بين قانون الجنائي والقانون القانون الجنائي الذي هو قانون موضوع وقانون مصر الجنائي الذي هو قانون شكلي أو قانون إجرائي. إن المعيار الذي اعتمده الفقهاء من أجل التمييز بين القانونين هو موضوع القاعدة القانونية وليس غاية القاعدة القانونية. إذا نستحضر موضوع كل من القانون الجنائي وموضوع قانون المسطرة الجنائية. فموضوع القاعدة القانونية الجنائية أو قواعد الموضوع هو تجريم فعل من الأفعال. إذا موضوع القانون الجنائي كما قلنا هو تجريم فعل من الأفعال، تجريم بعض السلوكات التي تحدث اضطرابات داخل المجتمع التي تخل بالأمن والسكينة داخل المجتمع. موضوع القانون الجنائي وتحديد العقوبة المقررة لكل فعل أو لكل سلوك إجرامي. هنا عندما نستحضر مثل هذه التجريم ونستحضر العقوبة فهنا نكون أمام قاعدة موضوعية. في حين عندما نتحدث عن موضوع قانون مصر الجنائية نتحدث عن يعني تحديد الطريق الأمثل لتسيير أجهزة العدالة الجنائية. إذن الطريق الأمثل والحسن والطريق الأحسن لتسيير أجهزة العدالة الجنائية، ويدخل في ذلك القاعدة المتعلقة بالتثبت من وقوع الجرائم، يدخل ضمنها أيضا قواعد المتابعة، يدخل ضمنها قواعد التحقيق، يدخل ضمنها قواعد المحاكمة. نلاحظ معي بأن موضوع قانون مصر الجنائية هو الضمان الأمثل والأحسن لتسيير أجهزة العدالة.
ولكن في بعض الأحيان قد نجد قاعدة ما قد تم إدراجها في صلب مدونة القانون الجنائي أو في صلب نصوص قانون المسار الجنائية، وهذه النصوص لا يجعلها حتما من صنف القواعد الموضوعية في الأولى ولا من صنف القواعد الشكلية في الحالة الثانية، وإنما يتعين دائما يعني العمل بالمعيار الذي سبقت الإشارة إليه. هنا نستحضر بعض الأمثلة، مثلا قد يحتوي قانون مصر الجنائية على بعض قواعد مصر المدنية، مثلا عفوا مصر الجنائية الشكلية، مثلا الفصل 19 من القانون الجنائي، ويبين كيفية تنفيذ العقوبة، عقوبة الإعدام. فصل 19 يبين كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام، وهو وارد في إطار القانون الجنائي. المسار الجنائي يتضمن أحيانا بعض القواعد الموضوعية كالكتاب الثالث للأحداث الجانحين. ما هي الآثار المترتبة عن الاختلاف في الطبيعة بين المسار الجنائي والقانوني الجنائي؟ ماذا يترتب عن الاختلاف على مستوى الطبيعة؟ يترتب عن هذا الاختلاف في الطبيعة قواعد تفسير القاعدة الجنائية المصدرية، يترتب عنها أيضا تطبيق قواعد المسار الجنائية في الزمن، ويترتب عنها الجزاء، الآثار المترتبة عن هذا الاختلاف. إذا سنقف عند كل نقطة على حدة. بالنسبة لقواعد تفسير القاعدة الجنائية المصدرية، إذا كنا قد نتحدث عن تفسير ضيق لقواعد القانون الجنائي، هذا التفسير هو نتيجة أساسية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، لمبدأ أساسي ألا وهو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ما الغاية من استحضار مبدأ التفسير الضيق؟ الغاية من تفسير هذا التفسير هو إبعاد جور وطغيان القضاة وتعديهم على حقوق وحريات المواطنين. كيف ذلك؟ قد يعمد القضاة إلى استحداث جرائم وعقوبات لم ينص عليها القانون، لأن إذا منحنا للقاضي الجنائي التفسير الواسع فإنه قد يعمد إلى استحداث مجموعة من الجرائم وتحديد مجموعة من العقوبات لمثل هذه الجرائم التي لا يوجد لها وجود على مستوى النص الجنائي. في حين قواعد مصر الجنائية لا تجرم ولا تحدد العقوبات، بل تشرع في الغالب لتمكين أجهزة العدالة من أجل حسن سيرها، يعني الحسن على يعني السير على أحسن وجه. لاحظوا معي، إذا قلنا التفسير الضيق هو مرتبط بقواعد القانون الجنائي، في حين القواعد المصرية لا تجرم ولا تحدد العقوبات، بل أنها شرعت في الغالب من أجل تمكين جهاز العدالة من السير على أحسن وجه. إذا هذه النتيجة، التفسير الضيق مستوى القانون الجنائي، ويمكن أن نفسر القواعد المصرية الجنائية تفسيرا واسعا. إذا هذه النتيجة جعلت تيار من الفقه والقضاء يتفق على ضرورة الابتعاد عن مبادئ التفسير الضيق في القواعد الإجرائية الشكلية، وإخضاع القاعدة المصرية لمبدأ التفسير الواسع. إذا ينادون باقتراع قواعد مصرية مبدأ التفسير الواسع، اعتبارا أن التفسير ليس من شأنه أن يلحق أي ضرر بمجمل الضمانات المعترف بها للمتابع، أن تفسير الواسع للقواعد الإجرائية ليس من شأنه أن يمس بالضمانات المعترف بها للمتهم. بناء مثلا مثال على ذلك، الحالة التي يكون فيها نوع من الارتباط بين الأفعال المرتكبة والمتهمين المعروضين أو معروضة قضاياهم على القضاء، فالمنطق المقبول وأن يقوم القضاء بالبت في الملفات المحالة عليه، يعني كل ملف بمعزل عن باقي الملفات. لكن تفسير واسع يترتب عنه إمكانية اتخاذ قرار يضم هذه الملفات واعتبارها ملفا واحدا لعامل الارتباط بموضوع واحد ألا وهو فعل الجريمة. ما الغاية من ذلك؟ يعني إمكانية اتخاذ قرار يضم هذه الملفات بغض دون إحالة كل ملف على تجزئة هذه الملفات وإحالة على قضاء كل ملف على حدة. السبب في ذلك هو تفادي إرهاق أجهزة العدالة
يعني أجهزة العدالة بتعدد الإجراءات وتعدد جلسات الحكم واستدعاء الشهود في كل نازلة. إذن هذا التفسير وفيه مصلحة لأجهزة القضاء وفيه مصلحة للسير الأحسن للإجراءات الجنائية، ولكن بالطبع دون المساس بالضمانات وبالحقوق المخولة للمتهمين في ظل الإجراءات الجنائية. ما هي أهم الانتقادات الموجهة للتفسير الواسع؟ إن معظم القواعد الإجرائية هي ذات صلة مباشرة بالوضعية القانونية للمتهم وبالضمانات المقررة له بهذه الصفة. يعني تم توجيه انتقادات للتفسير الواسع لأن في نظرهم هذه القواعد الإجرائية هي مرتبطة بالضمانات القانونية للمتهم والمقررة له. هذه الأحكام أيضا لها صلة بحقوق ضحايا الجرائم والشهود والمبلغين، وبالتالي فالبعض الذي يزعم بأن التفسير الواسع من شأنه أن يضمن حسن سير أجهزة العدالة فهو زعم يسهل دحضه للاعتبارات التالية، لأن في نظرهم بأن معظم القواعد الإجرائية هي ذات ارتباط وثيق بحقوق وضمانات أطراف الخصومة الجنائية، هي مرتبطة بحقوق المتهم، مرتبطة بحقوق الضحايا، بالتالي الأمر الذي قد يجعل الإقرار بقبول التفسير الواسع للنصوص قانون مصر الجنائية قد يؤدي إلى الإعصاء، يعني هدر تلك الضمانات الممنوحة لكلا الأطراف. وترتب عن ذلك بأن جل الفقه المقارن يدافع ويقبل بإخضاع النص الإجرائي لمبدأ التفسير الضيق، وهنا يربطه بمبدأ الشرعية الإجرائية، لأن في نظرهم أن القضاء إذا توسع في التأويل إنه قد يصل، إذا قد تحدثنا عن التفسير الضيق بالنسبة للقواعد الموضوعية، في نظرهم أن هذا التفسير الضيق يجب أن يطال أيضا قواعد الإجراءات الجنائية، لأن في حين إذا خولنا للقاضي التوسع في تأويل تلك النصوص فإنه قد يصل به الأمر إلى خلق قواعد جديدة من شأنها أن تؤدي إلى إهدار حقوق وضمانات المتهم بالدرجة الأولى. إذا الخوف من إهدار ضمانات المحاكمة العادلة هو الشيء الذي دفع بالقضاء ودفع بالفقه المقارن إلى إخضاع النص الإجرائي لمبدأ التفسير الضيق ارتباطا بمبدأ الشرعية الإجرائية. ننتقل إلى نقطة أخرى هو تطبيق قواعد مصر الجنائية في الزمن. عندما نتحدث عن تطبيق قواعد قانون مصر الجنائية في الزمن نستحضر مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية. ومبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية هو مرتبط بالقواعد الموضوعية أو بالقانون الجنائي طبقا لمبدأ شرعية التجريم والعقاب. إذا مبدأ عدم الرجعية هو نتيجة أساسية مترتبة على مبدأ عدم، يعني مترتبة عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبة، يعني لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. في حين قواعد مصر الجنائية قد تشكل استثناء ينضاف إلى الاستثناءات التي نص عليها المشرع المغربي، استثناء عن مبدأ عدم الرجعية. هذه الاستثناءات نستحضر منها القوانين الصحي للمتهم، نستحضر منها القوانين التفسيرية، يعني يمكن أن نطبقها بأثر رجعي. أيضا يدخل ضمنها كما أشرت القواعد المصرية، يتشكل استثناء من هذا المبدأ، بالتالي فهي تخضع دائما لمبدأ التطبيق الفوري، يعني القواعد المصرية الجنائية تطبق بأثر فوري. لماذا؟ لأن قواعد الموضوع إذا كان الهدف منها هو تجريم مجموعة من الأفعال تحديد العقوبة، فإن قواعد مصر الجنائية الهدف منها هو ضمان حسن سير أجهزة العدالة. قواعد مصر الجنائية لا تجرم الأفعال لا تحدد العقوبات، فما قلت بل ترمي وتهدف إلى تطوير ضمان حسن سير العدالة الجنائية.
بالتالي لا يمكن تصور أن يترتب عن ذلك إهدار مصلحة المتهم، بل في الغالب الأحيان ما تكون في مصلحته. إذا عندما يأتي قانون مصر الجنائي جديد ويأتي بإجراءات جديدة قد تتضمن مجموعة من الضمانات، هي في غالب الأحيان لصالح المتهم وليس فيها إهدار لحقوقه أو لضمانات المحاكمة العادلة. فإعمالا لمبدأ التطبيق الفوري للنص الإجرائي، فإن الإجراءات التي تمت في ظل النظام القديم لا يمكن إعادتها. يعني مجموعة من الإجراءات مثلا قد تمت في النظام القديم وصدر قانون جديد ينص على إجراءات أخرى، وبالتالي لا يمكن إعادتها، بل تعتبر قد أنتجت آثارها في ظل النظام القديم، سواء تعلق الأمر بإجراءات البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة. وهذا ما يعرف بمبدأ احترام الأعمال السابقة للقضاء. ويجب أن تعتبر كذلك رغم صدور القانون الجديد ورغم عدم البت نهائيا في الدعوى العمومية طبقا المادة 753. فشروط تطبيق القاعدة المصرية بأثر فوري، هنا نستحضر شرطين أساسيين. الشرط الأول هو أن لا يكون القضاء الجالس قد بت في جوهر الدعوى العمومية، يعني أن تكون الإجراءات لا زالت سارية، معنى لا يوجد هناك حكم بات صدر في جوهر الدعوى العمومية، لأنه منطقيا لا يعقل بعد البت في الدعوى العمومية طبقا للقانون القديم أن تقوم المحكمة بإعادة محاكمة المتهم بناء على مقتضيات القانون الجديد وطبقا لإجراءات جديدة أحدثها القانون الجديد. يعني عندما صدر حكم بات نهائي صدر قانون جديد يعدل من الإجراءات مثلا البحث التمهيدي، لأننا لا يمكننا أن نعيد محاكمة هذا المتهم من جديد طبقا للإجراءات الجنائية الجديدة. قد يحدث تحديد على مستوى البحث التمهيدي، قد يحدث تحديد على مستوى إجراءات التحقيق الإعدادي، وبالتالي في وجود أو في عند صدور حكم بات لا يمكننا أن نطالب بإعادة محاكمة هذا المتهم من جديد. بالنسبة للشرط الثاني لتطبيق القانون الشكلي بأثر فوري، يجب أن لا يترتب عن هذا التطبيق المصاص بحقوق قد تم اكتسابها في القانون القديم. مثال: قد تكون جريمة من اختصاص القضاء العادي، جريمة بموجب القانون القديم كان جريمة هي من اختصاص القضاء العادي، ثم ينتقل الاختصاص بمقتضى القانون الجديد إلى محكمة استثنائية. إذن هذا الشخص الذي تمت محاكمته أمام محكمة عادية لن يطبق عليه القانون الجديد بأثر فوري، لأنه قد اكتسب هذا الحق في ظل القانون القديم. نلاحظ بأن المشرع المغربي وأيضا محكمة النقد صار في الاتجاه المعاكس، حيث نجد بأن المادة 753 نصت على أنه إذا وقع تغيير في الاختصاص نتيجة تطبيق القانون الجديد ينقل الملف بقوة القانون بدون أي إجراء إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة، حتى ولو كانت محكمة استثنائية أو حذف طريق من طرق الطعن أو أخل بحقوق الدفاع فإنها لا يجب أن تطبق بأثر فوري. إذن هنا توجه المعاكس للمشرع المغربي ومحكمة النقد، وهذا للأسف لا المشرع ولا محكمة النقد يبدو بأنهم لا يستوعبان أو لا يتشبعان بفلسفة روح عدم إهدار الضمانات أصبحت حقا مكتسبا للمتهم. مثلا بين التطبيقات القضائية لمبدأ فورية تطبيق النص الجديد، مثلا قوانين التقادم، فمحكمة النقد اعتبرت بأن قوانين التقادم اعتبارا لكونها نصا مصدريا في نظرها تطبق فور صدورها حتى ما كان منها مطولا لأجل
طالما أن الأمد القانوني السابق لم يكن قد انقضى. محكمة النقد اعتبرت أن هذه القوانين تقادم، اعتبار لكونها نصا مصدريا في نظرها، فهي تطبق فور صدورها حتى ولو كان منها مطولا لأجل، طالما أن هذا الأمد القانوني السابق لم ينتهي بعد، في حين إذا انتهى الأمد السابق إذا لا يمكن الحديث عن ذلك. ولكن ما دام أن عدم التقادم لم ينتهي بعد، فإن هذا التقادم الذي نص عليه القانون الجديد بالقانون الجديد الذي قد من شأنها أن نطول من أمد التقادم أو نقصر من أمد التقادم. فما دام أن هذا الأجل لم ينتهي، إذا فإن هذا القانون يطبق بأثر يعني فوري. هنا نستحضر قرار عدد 511 بتاريخ 1968 المنشور في مجلس قضاء المجلس الأعلى. إذا من أهم الاختلافات أيضا بالنسبة للجزاء في القانون الجنائي والجزاء في القانون المصري الجنائية، بخلاف القانون الجنائي يترتب عن يعني الجزاء الذي أو نوعية الجزاء في القانون الجنائي هو إما العقوبة السالبة للحرية، إما تدبير أو غرامة. فقانون المصالحة الجنائية قد رتب جزاءات إجرائية تختلف بحسب طبيعة وجسامة الإخلال الإجرائي. لأن القانون الجنائي يرتب العقوبة السالبة للحرية، يرتب التدبير، يرتب الغرامة. في حين قانون المصالحة الجنائية قد رتب جزاءات إجرائية تختلف بحسب طبيعة وجزامة الإخلال الإجرائي. هنا نستحضر البطلان. ما معنى البطلان؟ البطلان هو أهم إجراء يرتبه القانون على خرق المسطرة الجنائية في بعض الحالات. البطلان مثلا عندما تتخلف كل أو بعض شروط الإجراءات التي أوجبها المشرع، يعني اعتبرت يعني ضرورية لتوافر صحة تلك الإجراءات. من صور البطلان هناك مذهب البطلان القانوني، يعني الحالات التي ينص المشرع على بطلان الإجراءات على سبيل الحصر، يعني لا وجود لسلطة تقديرية للقاضي في تقريرها. نستحضر أيضا مذهب البطلان الذاتي. هذا المذهب إذا كان البطلان القانوني والمشرع حدده على سبيل الحصر، فإن البطلان الذاتي هو ضرورة تخويل القاضي الدور الأساسي في تقدير القيمة القانونية للإجراء المتخذ، خلافا لما تمليه القاعدة المصرية خلال المادة 751. إذا لاحظوا معي، البطلان هو جزاء إجرائي يرتبه القانون على خرق المسطرة الجنائية في بعض الحالات عند تخلف كل أو بعض شروط الإجراءات التي أوجبها المشرع، مثلا إذا لم تحترم إجراءات التفتيش منازل، إذا لم تحترم الشكليات المحاضر مثلا التوقيع، إذا هذه تؤدي إلى بطلان ذلك الإجراء. نستحضر أيضا عدم القبول، هو كجزاء في قانون المسطرة الجنائية. على ماذا يقوم عدم القبول؟ يقوم على غياب الشروط المستقلة عن الإجراءات التي أوجب القانون تحقيقها قبل اتخاذ هذا الإجراء. فالإجراء غير مقبول يكون في ذاته سليم، هذا الإجراء يكون في ذاته سليم ولكن يمنع فقط آثار الإجراء. مثلا تجاهل، لاحظوا معي، إذن عدم القبول غياب الشروط المستقلة عن الإجراءات التي أوجب القانون تحقيقها قبل اتخاذ هذا الإجراء. فالإجراء غير مقبول يكون في ذاته سليم ولكن يمنع فقط آثار الإجراء. مثال تجاهل أعمال القيود المؤقتة لواجبة الاستيفاء قبل رفع الدعوى العمومية، كأن تقيم النيابة العامة الدعوى قبل أن تتوصل بشكوى من قبل الزوج أو الزوجة في جريمة الخيانة الزوجية. إذا في حال إذا قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية
إذن هذه الدعوة الجزاء المترتب عليها هو عدم قبولها. إذن المحكمة تصرح بعدم قبول دعوى الخيانة الزوجية التي رفعت النيابة العامة لخلو الملف مما يفيد من تقديم الشكوى قبل المتابعة. إذن عدم قبول هذه الدعوة لماذا؟ لعدم وجود أو لعدم توصل النيابة العامة بشكوى من الزوج المتضرر، سواء تعلق الأمر بالزوج أو بالزوجة. أيضا نستحضر السقوط. ما معنى السقوط؟ وجزاء إجرائي يتأسس على الحرمان من الحق. إذا الجزاء الإجرائي يتأسس على الحرمان من الحق في مباشرة إجراء معين لغياب الشروط والضوابط التي يتطلبها القانون لمباشرته. السقوط الإجرائي يمنع إجراءه من جديد، كما لو أن أجل التقادم قد انقضى. مثلا بالنسبة للسقوط، سقوط الدعوى العمومية مثلا بالتقادم، إذا التقادم إذا سوف أجل التقادم إذا تسقط الدعوى العمومية بشكل مباشر. مثلا نستحضر مادة 393 قانون المسار الجنائية، سقوط الحق في الطعن بعد فوات الأجل. إذا مجرد انتهاء الأجل، الوقت المحدد للأجل، فإنه يسقط هذا الحق بعد فوات هذا الأجل. الانعدام. الانعدام مثله مثل البطلان، إلا أن الإخلال أو العيب في الانعدام يكون أشد جسامة منه في البطلان. مثال: إصدار المحكمة لحكم فاصل في دعوة عمومية في حين أن عمومية إما بالإدانة أو البراءة، وهي تجهل أن المتهم قد توفي قبل ذلك. إذا في هذه الحالة يعتبر الحكم منعدما لصدوره في دعوى لم تعد قائمة. نلاحظ معي أهم الفروق: هناك البطلان، هناك السقوط، هناك عدم قبول، هناك الانعدام. إذا في الانعدام مثله مثل البطلان، إلا أن الإخلال أو العيب في الانعدام يكون أشد جسامة منه في البطلان، يعني الانعدام أكثر جسامة وأشد جسامة عنه في البطلان. كما أعطينا مثال: إصدار المحكمة لحكم فاصل في دعوى عمومية إما بالإدانة أو البراءة، وهي تجهل أن المتهم قد توفي قبل ذلك، حيث يعتبر الحكم منعدما في هذه الحالة لصدوره في دعوى لم تعد قائمة. نصل إلى الحديث عن خصائص المسطرة الجنائية بالمقارنة مع المسطرة المدنية. نستحضر الفروق الموجودة بين المسطرتين، نستحضر الخصائص المشتركة بين المسطرتين، ونستحضر نقطة ثالثة ألا هو المسطرة المدنية فمصدر مكمل للمسطرة الجنائية. فالفروق الموجودة بين المسطرتين تتحدد في المراحل التي تمر منها الدعوى الجنائية، تتحدد أيضا في الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات المختلفة. تحدثنا في البداية وقلنا بأن المسطرة الجنائية هي عبارة عن مسار إجرائي تتداخل فيه مجموعة من المراحل، والمراحل التي تمر منها الدعوى الجنائية هو البحث التمهيدي، التحقيق الإعدادي، المحاكمة، ثم تنفيذ العقوبة. أيضا تتعدد فيه الجهات المتدخلة لتقوم بهذه الإجراءات، وهي الضابطة القضائية، النيابة العامة، قاضي التحقيق. كل هذه السلطات أو كل هذه الأجهزة هي غير واردة في قانون المسطرة المدنية، يعني مستوى الفروق أو الاختلافات. الدعوى المدنية تتميز بالبطء، في المقابل تتميز المحاكمة الجنائية بنوع من السرعة، وخاصة في حالة التلبس. لماذا؟ إمكانية محاكمة المتهمين في حالة اعتقال في أجل
معقولة. إذن هنا خصوصية الدعوة الجنائية، خصوصية كونها مرتبطة بحقوق الأفراد والتي تتطلب السرعة في البت، هذا يجعلها تختلف عن قانون المسطرة الجنائية المسطرة المدنية، لأن موضوع قانون المسطرة المدنية هو يختلف عن موضوع الدعوة الجنائية. أيضا تتميز أجل الطعن المنصوص عليه في المسطرة الجنائية لكونها قصيرة نسبيا، هذا مقابل الطول النسبي لهذه الأجل في المادة المدنية. قلنا وهذا راجع بالطبع إلى خصوصية مرتبطة بحقوق الأفراد والتي تتطلب السرعة في مثل هذه الأجل. أيضا نستحضر بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية مبدأ رسمية العقوبة أو العقاب، يعني بأن الدولة هي التي تحتكر توقيع العقاب على المتهم. من هنا لا يمكن للنيابة العامة أن تتصرف في الدعوة العمومية بأن بالتنازل ولا بالصلح، بل يمنع عليها أن تستعمل طرق الطعن، عدم بل يمنع عليها أيضا عدم استعمال طرق الطعن المنصوص عليها قانونا. إذا احتكار الدولة لتوقيع العقاب على المتهم. الدعوة المدنية هي ملك للأطراف. الأطراف الدعوة المدنية يمكن أن يتصرف في الدعوة المدنية بالطريقة التي يرون أنها تناسب مصالحهم، بالتالي قد يعرضون هذه الدعوة على محكم. أيضا في الاختلاف موجود على مستوى طريقة تعامل القاضي المدني مع وسائل الإثبات، وهي تختلف تماما مع طريقة تعامل القاضي الجنائي. فوسائل الإثبات تقيد القاضي المدني، وهنا فالقاضي المدني يمكن أن نعتبره مجرد قاضي للأوراق والمستندات التي تم الإيداء بها في ملف النزاع. القاضي الجنائي بالمقابل يتمتع بحرية واسعة في تقدير وسائل الإثبات، وبالتالي تكوين قناعته بخصوص الوقائع المعروضة عليه، يعني له الحرية للاستناد إلى أي وسيلة إثبات بشرط أن يحقق الاقتناع الوجداني لهذا القاضي. ماذا عن الخصائص المشتركة بين المسطرتين؟ بالنسبة للخصائص المشتركة بين المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، نستحضر ازدواجية درجات التقاضي، نستحضر خضوع المسطرة المدنية والجنائية لنظام قضاء واحد، نستحضر وحدة المحاكم بصرف النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بالدعوة المدنية أو الجنائية أو التجارية. فبالنسبة لازدواجية درجة التقاضي، ماذا يقصد بها؟ يقصد بها إتاحة الفرصة للأطراف والإمكانية القانونية للأطراف الدعوة المدنية أو الجنائية، إذن هنا أوجه التراقي بينهما. إذن يحق للأطراف سواء تعلق الأمر بالدعوة الجنائية أو تعلق الأمر بالدعوة المدنية أن يقوموا بعرض نزاعهم وإعادة بسط الدعوة من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية. إذن هي بين حقوق المتقاضين، يعني تعطى لهم فرصة ثانية من أجل عرض النزاع بعد أن يصدر حكم ابتدائي، لهم الحق في أن يعرضوا النزاع وأن يبسطوا النزاع مجددا أمام محكمة ذات درجة ثانية، وذلك بهدف الإصلاح بعض الأخطاء القضائية. فيما يتعلق بالدعوة العمومية، يمكن أن نلاحظ بأن الخصوم يمكن أن يلجأ إلى محكمة درجة ثانية حسب مراحل الدعوة. فقرارات قاضي التحقيق تستأنف أمام الغرفة الجنحية، قرارات غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف تستأنف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية أمام نفس المحكمة، وحكم ابتدائي يستأنف أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية أمام محكمة الاستئناف. أيضا نكمل نقاط الالتقاء بين قانون مصر الجنائية وقانون مصر المدنية. وحدة التنظيم القضائي، ماذا يقصد بوحدة التنظيم القضائي؟ يقصد به هو النظر للجهاز القضائي من زاوية عدد القضاة الموكول إليهم
البت في الخصومات والنزاعات المعروضة على القضاء، وهو ما يمكن أن يكون تبعا لاختيارات المشرع إما قضاء فرديا أو قضاء جماعيا. إن كما قلنا سابقا بأن القضاء المشرع الجنائي قد أدخل نوع من المرونة يعني على مستوى المحاكم، وهنا بأن داخل المحاكم الابتدائية نجد بأن يتعايش النظامان الفردي والجماعي. نستحضر الفصل 374 من قانون المسألة الجنائية الفقرة الثانية، ينص على أنه إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المتابع من أجلها المتهم يبلغ سنتين حبسا أو يقل عنها، أو كانت الغرامة العقوبة غرامة فقط، فإن هذه المحكمة تعقد جلساتها بقاضي منفرد بحضور ممثل النيابة العامة. إذا هنا كنبينوا بأن القضاء الفردي يعني المزاوجة بين القضاء الفردي والقضاء الجماعي. في حين إذا كانت العقوبة جنحة تأديبية فإن المحكمة تعقد جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين، وهنا الفقرة الثانية من الفصل 374. بماذا نبرر اختيار يمكن تبرير اختيار المشرع لنظام القاضي الفردي في كونه يؤمن أن تفاهة بعض الجرائم كالمخالفات والجنح الضبطية تعفي بذلك عن تعبئة الهيئة الحاكمة، أيضا نتجاوز بفضله قد نتجاوز أو نتفادى إهدار جهود القضاة، وذلك خلافا للجرائم التي قرر المشرع إخضاعها لنظام القضاء الجماعي. إذا الغاية من نظام القضاء الفردي لأن طبيعة تلك الجرائم هي طبيعة بسيطة كالمخالفات وكالجنح الضبطية، وبالتالي في بما الغاية من تعبئة الهيئة الحاكمة، لأن قد يكون في وجود قضاء جماعي قد يكون فيه يعني إهدار لجهود القضاة في حين أن القضايا هي بسيطة جدا. النقطة الثالثة هي وحدة المحاكم في المادة الجنائية والمدنية. ما معنى وحدة المحاكم في المادة الجنائية والمادة المدنية؟ معنى أو بالرجوع إلى المقتضيات المتعلقة بتنظيم القضاء المملكة، نستشف أن المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف تختص في آن واحد بالنظر في القضايا الجنائية وفي القضايا المدنية. معنى أن نفس المحاكم تكون في نفس الوقت مختصة بالنظر في القضايا المدنية والقضايا الجنائية، وتتولى عملية الفصل في هذه الخصومات طبقا لاختصاصها. وهناك طبعا محكمة النقد التي توجد على رأس الهرم القضائي. محكمة النقد تتولى القيام بوظيفة توحيد تفسير وتطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع، وهي نفس الجهة سواء تعلق الأمر بالمادة الجنائية أو تعلق الأمر بالمادة المدنية. قد نقف أمام تساؤل مهم، هل المسألة المدنية مكملة للمسألة الجنائية؟ التساؤل الذي يمكن طرحه في حالة ما إذا تم إخفاء في حالة ما إذا أغفل قانون المسألة الجنائية النص على إجراء معين، فهل أو أن هذه القاعدة القانونية جاءت ناقصة، فهل يمكن الرجوع آنذاك إلى قانون المسألة المدنية؟ يرى جانب من الفقه أن المسألتين هما مختلفتين على مستوى الموضوع، مختلفتين في الأهداف والآليات، بل ومختلفين في الفلسفة، ومعنى ذلك بأنه يستحيل النتيجة وبأنه يستحيل معه القول منطقيا اعتبار القانون يعني قانون المسألة المدنية مصدرا مكملا يتم الرجوع اليه لسد الفراغ الذي قد يعتري قانون المسطره الجنائيه. يعني في حاله وجود في فراغ في قانون المسطره الجنائيه قد نتساءل هل يمكن الرجوع الى قانون المسطره الجنائيه من اجل استعاره قاعدته القانونيه لتطبيقها على القضايا الجنائيه. اذا في بعض الفقه اذا يرى بانه لا يمكن الحديث بتاتا عن ذلك بالنظر إلى اختلاف على مستوى الموضوع، كل مسألة مدنية ومسألة جنائية باختلاف إلى
النظر إلى الاختلاف الآليات، الاختلاف أيضا على مستوى الفلسفة. اتجاه آخر من الفقه والاجتهاد القضائي يتفق على مبدأ جواز الرجوع إلى قواعد مصر المدنية لسد النقص الحاصل في قانون مصر الجنائية، لأن في نظرهم المصر المدنية تمثل الشريعة العامة، ومن ثم فهي مصدر مكمل للمصر الجنائية على اعتبار الاشتراك في وحدة الجهاز، وحدة الإجراءات المصرية مثل علنية الجلسات، طريقة الاستماع إلى الشهود. موقف الاجتهاد القضائي المغربي بخصوص هذا القانون مصر المدنية يعتبر مكملا لقانون مصر الجنائية، وبالتالي في حالة مثلا وجود قاعدة ناقصة في مصر الجنائية، هل يمكن الرجوع إلى تطبيق قواعد قانون المصر المدنية؟ توصل الاجتهاد القضائي بالمغرب في مصر وفرنسا إلى اتفاق على المبدأ الذي يعتبر بأن المصر المدنية هي شريعة عامة، وبطبيعة الحال هنا لا يتعلق الأمر بإعمال وتطبيق قواعد قانون مصر المدنية في الشق في مجال الدعوة العمومية في الشق الجنائي، بل في الشق المرتبط بالدعوة المدنية التابعة. ولكن لا بد من توفر مجموعة من الشروط حتى نطبق قانون مصر المدنية في مجال يعني في مجال يعني في هو مجال بالطبع لا يرتبط بالدعوة العمومية، وإنما يجب أن يتوفر هناك مجموعة من الشروط تحت رقابة محكمة النقض. أول شرط هو أن يكون هناك فرق قانوني، يعني المشرع أغفل نص على قاعدة قانونية يمكن اللجوء إليها في المصر الجنائية للبت في قضية المعروضة على القضاء. أيضا بين الشروط أن لا تتعارض القاعدة المصر المدنية عن المبادئ الأساسية والعامة لقواعد مصر الجنائية، وأن لا تتعارض وروح الفلسفة العامة التي ينبني عليها هذا النظام. وهكذا اعتبرت محكمة النقد في اجتهاداتها القضائية أن المصر المدنية تعتبر بدون شك مصدر عام لقانون مصر الجنائية، ويعمل بناء عليه على إتمام وملء كل أوجه النقص الذي يمكن أن يعتري قواعد أو نصوص المصر الجنائية. فمثال على ذلك، فمحكمة النقد اعتبرت بأن طرق الطعن الاستثنائية في مجال الدعوة العمومية هي الطعن بالنقد والمراجعة، والمجلس محكمة النقد اعتبرت أنه بالإمكان تمديد تطبيق إحدى طرق الطعن غير العادية في المجال المدني إلى مجال الدعوة العمومية، وهذه الطريقة هي طريقة إعادة النظر. يعني في هذه الحالة هذه يمكن نمدد تطبيق إحدى طرق الطعن غير العادية في المجال المدني، وهنا يعني طريق إعادة النظر نجده في المجال المدني، وتم يعني الأخذ به أيضا في المجال الجنائي. انطلاقا كوجهة نظر، انطلاقا من مبدأ الشرعية الإجرائية لا سيما في شقها الإجرائي، يجب أن نعترف بعدم صواب هذا الاتجاه بالنظر إلى بروز فلسفة ومبادئ الشرعية الجنائية. لماذا؟ لأنه أصبح مطلوبا على مستوى الممارسة التشريعية والفقهية والقضائية المقارنة ضرورة وجوب تقيد بتعاليمها وأفكارها، وهذا ما أدى إلى تراجع هذا الاتجاه، وأصبح الاتجاه الغالب هو يعني الاتجاه الذي أصبح غالبا هو الرفض التام لهذه المزاعم الغير مؤسسة، لأن قوة الأسس التي ينبني عليها مبدأ الشرعية تجعل آلية إمكانية نقل أو تطبيق أحكام قواعد قانون مصر المدنية عن الخصومة الجنائية مرفوضة. لماذا؟ لأنها تتعارض مع فلسفة الإجراءات الجنائية التي تقيد القاضي بمناسبة تطبيقه لقواعد الإجراءات الجنائية، هي ترسم له ما يجب أن يطبقه طبقا لقاعدة لا إجراء بدون قاعدة. هنا هذا الزعم بكون لأن قانون مصر المدنية ومكمل لقانون مصر الجنائية وخرق صارخ لقاعدة شرعية الإجراءات.
أن إجراء كيف ما كان لا يمكن أن نتحدث عنه في غياب وجود قاعدة. إذن هذه وجهة نظر، نتوقف عند هذا الحد في هذه الحصة، على أساس بأن في الحصة المقبلة إن شاء الله سنحاول أن نتطرق إلى تطور قانون المسلسلات الجنائية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.